حكاية رشا أنا حسيت بيها قوي، خصوصاً أنه ناس كتير منكم تعرف أني كنت في يوم من الأيام تخينة، أو بقول مكلبزة عشان إحنا مش بنحب كلمة تخينة دي. أكيد جربت يعني إيه تنمر، أو أنه نفسك تبقى مكسورة، أو أن حد يبصلك نظرات مش عاجباك، أو سخرية أو تريقة من الناس اللي حواليك على حجمك على وزنك على شكلك، أو أنك مش عارف تروح مناسبة، أو أنك في كل مناسبة بتحاول تعمل دايت يمكن ربنا يكرمك وما تحسش ان انت لوحدك او متضايق او تحس انك غريب. حسيت في حكايتها بكسرة النفس ده بجد، والصدمة اللي بتوجع القلب لما تيجي التريقة والغدر من اقرب الناس لينا، الناس اللي كانوا مفروض ياخدونا في حضنهم يحمونا من العالم برا الوحش، وفي لحظة الضربة بتيجي في الظهر منهم هما. والله العظيم قعدت ادعي ربنا من كل قلبي انه يرزقنا التوفيق والاسباب اللي ممكن نخلي رشا تعيش بيها في امان ونحقق لها امنيتها، ما كانتش طالبه الا ده. وفي عز ما كنت بدعي ربنا سبحانه وتعالى، كان قبل ما انا ادعي كان سامعها سبحانه حاسس بيها سخر ليها ليساعدها. دكتور احمد الشاوي اخصائي جراحات السمنه المفرطه والمناظير اللي وافق من مداخلة معانا بس مكالمة تليفون انه يتبنى الحالة ويعمل لها العملية، وفعلا عملها لها وبدون اي مقابل. مش بس كده، رشا زي ما انتوا عارفين كانت من اسكندرية ودكتور احمد من القاهرة، طبعا لوزنها الزايد وحالتها الصحية كان صعب ان هي تسافر، دكتور احمد كل شوية تجيله للقاهرة 300 كيلو فما فوق فكان كتير. هيكشف عليها ازاي؟ طب يتابع الحاله ازاي؟ بكل انسانيه وشهامه منه قرر انه مش بس يعمل لها العمليه وخلاص، لا كمان كان متحمس جدا انه يسافر لها اسكندريه مخصوص يروح يكشف عليها يتابع حالتها. دي كانت اول خطوه في رحله علاج رشا. تعالوا نشوف اول خطوه دي حصل فيها ايه وازاي بدات رحله علاج رشا. ازيك يا رشا؟ ازيك اخبارك؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. كويسه الحمد لله. عامله ايه؟ ازيك حضرتك؟ عامله ايه؟ الله يخليك. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسه نحمد ربنا. الحمد لله. الحمد لله. ايه مشكلتك بقى؟ مشكلتي في السن المفرطه. تمام. والوزن وتعبت جدا ومش مخليني اعيش حياتي صح، ولا بعرف امشي ولا بعرف انام ولا بعرف اعمل حاجه خالص. طيب انت بدات معاك السمنه تزيد من امتى؟ من 2017. يعني احنا بقالنا دلوقتي 5 سنين. اه. من 2017. بعد ما اكتشفت بطني بتكبر لوحدها. كان في جنب بطني بيكبر لوحده. الجنب اللي تحت ولا اللي فوق؟ الجنب اللي هنا الشمال. ده كان بيزيد. بيزيد لوحده. طيب وانت مخلفة قيصرية. اه. من امتى؟ مخلفة من 2009. دي كانت جنى. جنى. طيب. انا ما عنديش بس الا جنى. كنت بتعاني من اي مشاكل صحية؟ الضغط او السكر؟ لا، ساعة ما اتجوزت بس جات لي الضغط. وبتاخدي علاج للضغط؟ أوه. منتظم عليه؟ لا مش قوي. عندك مشاكل في الفقرات او في المفاصل؟ ظهري ورجليا بس اكتر حاجه ظهري. مشكله ظهرك في ايه؟ ظهري من نص ظهري لحد الحته اللي تحرك الرجلين. تمام. مالها؟ مش قادره. بتنام على ظهرك ولا بتنام على جنبك؟ انا الاول كنت بنام على ظهري. والاول كمان كنت بنام على بطني. بعد ده لحد امتى؟ ده لحد 2017. طول عمري على بطني. طول عمري. تمام. حتى ما خلفت جنى ده بقى بطني. تمام. من ساعه بطني بقى بتحاول تكبر ما انا بطني طبعا كبر بيضايقني. حاولت انام على ظهري. تمام. بس جاتش بقى لي مده مثلا مع عيد الحمرة دي شهرين حتى ظهري فقده. الحمرة دي بدات معاكي من امتى؟ بقى شهرين ليه بطني العروق ورمت وبطني ضربت بعد حتت الصوره. تمام. والبالي بقى ده شهرين مش عارف انا مع ظهري. طيب احنا عايزين بس نكشف عليكي دلوقتي. تمام. تمام. ونشوف ايه الافضل ليكي. تمام. ماشي. حاضر.
بعد ما كشفنا عليها وجدنا ان في ارتشاح لمفاوي في جدار البطن، وده بسبب قله الحركه ونومها على جنب واحد على السرير. فبسبب ضغط الوزن على الجدار البطن بيحصل حاجه اسمها ارتشاح لمفاوي في جدار البطن. انسب علاج ليها هو اجراء عمليه لتقليل الوزن، ومن افضل العمليات والامن ليها هي عمليه تكميم المعده. دي الخيار الاول لينا دلوقتي. هدفنا الاساسي مع رشا ان هي تبتدي تتحرك وتستعيد الحركه. استعادتها للحركه هو نص نجاح تحسن الحاله. هدفنا طبعا بخلاف ان هي تنزل في الوزن ان كل وزن تنزله تستفيد منه بان هي تزود حركتها. فاول شهر احنا عايزينها تبتدي تتحرك في البيت اكتر من كده، في خلال 3 شهور تقدر تنزل الشارع، في خلال 6 شهور تقدر تيجي لنا العياده وتقدر تيجي المستشفى للمتابعه. سبحان الله، زي ما بيقولوا رفتها كانت سهله، كل حاجه كانت متيسره. علامة الإذن التيسير كملت، وعلى طول الموضوع دخل في الجد. رشا بدأت رحلة العلاج وإن هي تحقق حلمها اللي هيغير حياتها، هيخليها تبطل تعيط وتزعل تاني أو تحس إن هي مكسورة أو مقهورة. الإحساس ده هيختفي، بس ده مش معناه إن مفيش تحديات وأزمات قابلتنا، بالعكس إحنا كنا خايفين أكتر. وإن تغيير حياة إنسانة بتعاني ممكن يحصل في يوم وليلة، لأ صعبة. الرحلة كانت طويلة وحصل فيها مفاجآت كتير.